من خلال متابعتي ليكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لقيت فعلا انك حصلتي على شهادات كتير قوي في حكاية تصميم الحلي. انا مبسوطة بيكي جدا 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 انك امرأة واشتغلتي في حاجتين وغير بعض خالص ونجحتي في الاتنين. ازاي قدرتي توفقي؟ ازاي قدرتي توفقي بين مجالين مختلفين تماما؟ زي ما قالت ان الواحد بيبقى بيشتغل في الحاجه اللي بيحبها، بتحبي الاثنين، عارف امكانياته وفاهم احتياجاته ورغباته عشان يوصل لهدف معين. بالظبط. وكانت انت عارفه انت كانت اول حد يعمل لي في الجامعه بنعمل كوتشنج لبعض، فكانت اول كوتشنج ليا. هل انا اسيب حاجه من الشغلانتين دول ولا اعمل الاثنين؟ يعني اللي عمل لي كوتشنج كان على الموضوع ده، اسيب لانها هتشتت ولا امسك في الحاجتين. لقيت ان انا مش قادره اسيب، مش قادره تسيبي، يعني مش قادره تتخلي عن حاجه مع من بعض. الاثنين، عايزاهم الاثنين ماشيين مع بعض. وفعلا في حياتك شغاله في المجالين. بالظبط. وبتوفقي ازاي؟ والله بصي، عامله وقت لده وقت لده ولا ايه؟ يعني بحس ان طبعا طبعا الواحد لما بيركز في حاجه واحده بيطلع بيها اسرع. بس بالنسبه لي ما فكرتش هطلع اسرع قد ما انا فكرت لا انا بحب الاثنين فهدي في الاثنين. لان الواحد هنا برضو بتعملي موازنه، يعني انت بتشتغلي كوميرشال ولا بتشتغلي عشان انت بتحبي الحاجه. صحيح صحيح. لينا لفت نظري حاجه لطيفه قوي قلتيها في اول الكلام، ان منذ الولاده شخصيتنا بتتشكل. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بخصائص وطبيعه مختلفه، بس في عوامل تانية برضو بتشكل في شخصيتنا. هل العوامل الوراثيه؟ ساعات تسمع ايه يقولوا ان الطفل في بطن مامته بيكون نازل شخصيته وطبيعته معروفه. انت مع ان فعلا الوراثه مهمه قوي وهي اللي بتشكل جيناتي وصفاتي المكتسبه ولا الطبيعيه، ولا انا لما بتولد وبواجه الحياه لا في حاجات تانية زي التربيه، زي التعامل مع الناس المحيطين بيا، زي حاجات كتيره قوي. ايه اكتر حاجه بتاثر في شخصيتك؟ ارجع تاني للانياجرام واقول لك ان هما في ناس مع المدرسه ان هما احنا نازلين بالاستراتيجيه التفكير دي منذ الولاده، منذ ولادتنا. اول ما بنتولد هي دي طريقه تفكيرنا. جميل. بس التربيه بتشكل هل احنا ماشيين صح او ماشيين يعني ماشيين في الليفل المتزن، ولا في ابتدى يبقى في خلل. لان في كورس في الانياجرام مخصوص على التربيه. يعني انت اهلك عملوا فيكي ايه وانت صغيره، وايه الحاجات الاوجاع او اللي اكتسبتيه من التربيه عامل لك بلوك، يعني واقفه كده. معلش ممكن تديني مثل يا لينا في حاجه زي كده؟ يعني ايه الحاجه اللي ممكن نقول اكستريم قوي او خطا كبير قوي عمل مشكله في تربيه الولد؟ عايزه اسالك نفس السؤال بتاع حنان. لو حد حصل له تروما معينه، اي ازمه فعلا اثرت في شخصيته، ازاي يقدر يتخطاها؟ التروما لازم يروح لدكتور سايكولوجيست، يعني دكتور نفساني او كوتش، على حسب ايه يعني حجم التروما. ولكن الانياجرام بيلمس في الحته دي. يعني في موديول اسمه شادو، ده بيرجعك لفترات انت فيها كنت صغيره، ويبتدي يفصص بقى انت شفتي ايه لما كنت هنا في المرحله دي وفي المرحله دي. ده للناس اللي عندها مشاكل كبيره بيبدا يراجع مع حياته من وهو صغير عشان يحط ايده على المشكله ويبدا يمسح له الذكرى او يعدلها له او يعدل اثارها عنده. هي بتختلف من شخص للتاني، يعني ما اقدرش اقول مشكله كبيره ومشكله صغيره. مشكله كبيره قوي ادت الى عقده نفسيه جامده، حتى لو حاجه صغيره بس هي اثرت فيه، الشخص تفاعل معاها وانفعل بيها قوي ان هي اثرت فيه، عملت له مشكله، حاجه مش قادر يتعامل معاها، حتى لو بالنسبه لحد تاني هي حاجه صغيره. بالظبط. احنا كلنا عندنا حاجات، يعني اصل ما اهالينا دول بشر. صحيح. فهم غصب عنهم عملوا اخطاء هم اتعلموا منها، او ممكن يكون مثلا تلاقي حد من امهاتنا مثلا تقول لك انا ندمانه اني عملت كذا، وندمانه. وانت كأم كمان اكيد بتعملي غلطات مع صحيح. عيالك. صحيح. فما انت ما انتش قولي لنا ازاي نمسح الاخطاء دي. ازاي؟ بسرعه كده. بترجعي للفتره اللي حصل لك الموقف ده، وبتبتدي تغيري فكرك ناحيتها. يعني بتغيري للطفل نفسه، ان انا ارجعه للفتره دي. الطفل لا. لو لابني. ان انت ام والطفله انت عملتي فيه حاجه غلط. لا، هو بالنسبه للعيال انت بتبتدي تغيري طريقه
معاملتك ليهم لما بتفهميهم، لكن بالنسبه للكبار بتعملي بترجعيهم تاني لمرحله الطفوله اللي كانوا حصل فيها المشكله دي.